اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع تحت البند العاشر بند المساعدات الفنية والتقنية وبناء القدرات مشروع القرار المقدم من تونس باسم المجموعة العربية، الذي ينص على أهمية الانتقال السياسي على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها. خلال هذه الدورة بل وقبل بدايتها عملنا بكل حرص واهتمام للتوصل إلى صيغة توافقية تعكس وحدة المجتمع الدولي تجاه اليمن، إلا أنه وللأسف الشديد لم يظهر مقدمو مشروع القرار مرونة تعكس انشغالاتنا المشروعة وملاحظاتنا الواضحة تجاه تقرير فريق الخبراء المقدم لهذه الدورة. لقد شرحنا بإسهاب موقفنا من تقرير الخبراء، وأوضحنا ما احتواه من خلل جلي ومغالطات وثغرات لا يغفلها منصف، وبينا ما تضمنه من توصيفات تتناقض بوضوح مع قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن. تأسف كثير من الدول لتبني مجلس حقوق الإنسان مشروع قرار تحت البند الثاني ينص على تمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين حول اليمن، برغم ما تضمنه تقرير فريق الخبراء من مغالطات وثغرات تتناقض بوضوح مع قرارات مجلس الأمن الخاصة بالوضع في اليمن. إنه أمر مؤسف أن تتجه بعض الدول الأوروبية وكندا وبإصرار من هولندا التي نعتبرها دولة صديقة لليمن نحو تسجيل مشروع قرار حول اليمن تحت البند الثاني، رغم المشاورات معهم المكثفة وإبداء التعاون وعلمهم بوجود مشروع قرار عربي مسجل تحت البند العاشر لتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات لليمن في مجال حقوق الإنسان. إن هذا التوجه يضر بوحدة المجتمع الدولي حول اليمن ويخدم استمرار الحرب لا السلام الذي ننشده من خلال ما يوجهه من رسائل خاطئة، كما أنه يسجل سابقة خطيرة حول الوضع في اليمن بإيجاد قرارين وآليتين، ويعكس رغبة بعض الدول في تسييس قضايا حقوق الإنسان في هذا المجلس الموقر. مشروع القرار العربي الذي تم اعتماده بالإجماع من قبل مجلس حقوق الإنسان يدعو جميع أطراف النزاع في اليمن إلى احترام التزاماتها الدولية بموجب قانون حقوق الإنسان، ويطالب الإنقلابيين بوقف الهجمات على المدنيين فورا وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين. حراك سياسي ودبلوماسي في أروقة مجلس حقوق الإنسان من أجل عدم التمديد للجنة الخبراء الدولية حول اليمن. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، مجلس حقوق الإنسان، جنيف.